لا يا عاصم، انا مش هقول لها حاجه، انا ما بحبش الطريقه دي. كلمها انت، لك ما تستخدمنيش عشان توصل لها. انا ماليش دعوه اذا كانت ما بتردش، دي مشكلتكم انتوا مع بعض. وبعدين هو انت ما بتتعلمش؟ ما هي طريقتك دي اللي بتعمل بينكم مشاكل وتخليها ما تردش. طيب ماشي، بعدين يا عاصم، باي باي. جبت اللي فات؟ لا خالص. ما عايزين ايه؟ بصي يا ياسمين، مشاكلك انت وعاصم انا ماليش دعوه بيها ومش حابه اتدخل بينكم. انا وانت اصحاب بغض النظر عن كوني مرات عاصم. حلو، حلو الكلام ده. هو بقى كان عايزك تجوريني على فين؟ المهم ان اخوكي ده مطبوخ ومكشوف، وهو متخيل انه اذكى بني ادم في العالم. يا بنتي ده ابتدى يكلمني بعد ما حسبش بساعتين. هو بقى عايزني اقول لك قال روح نزور ادم، وهو بقى يطب علينا ويقفشك ويتكلم معاكي. اوكي تمام. عايزاكي بقى تكلمي وتقولي له ان انت نفذتي خطته وان انا بلعت الطعم. يعني ايه؟ يعني هنروح نسال على ادم. صباح الخير يا حجيجة. ايه ده؟ انت هنا؟ انا افتكرتك رحت الشغل. لا انا لسه صاحي، النهارده اجازتي. طب كويس، نلحق نعزم عمك ومراته وبنت اختها. بنت اختها دي عروسه جديده؟ بنوته تفلح، تبارك الخلاق فيما خلق. هي طالبه في ثانوي. ادب ايه وربايه ايه؟ من البيت للمدرسه ومن المدرسه للبيت. ويا ترى بقى علمي ولا ادبي؟ بابا انت عارف انا بقى عندي كام سنه ولا مش عارف؟ لحد علمي لسه ما تمتش ال70. ايوه بس مش لدرجه ان انا اتجوز عيله في ثانوي يعني. هو انت كل عروسه جبتها لك لازم تطلع فيها عيب؟ طيب واذا كنت انا لقيت العروسه اللي مش شايف فيها ولا عيب؟ بجد؟ بنت مين؟ ابوها كان موظف حكومه كده، مش فاكر قوي بصراحه لان هو اتوفى من زمان. الله يرحمه. من بيت مين؟ اسمه عبد الحميد الميداني. مفيش بيت في النوبة اسمه الميداني. ما هم هم اصلهم مش من النوبة بس من الصعيد برضو. بتهزر صح؟ لا ما بهزرش يا حاج. هي بنت زميلتي في المحل، بنت مؤدبة جدا ومحترمة. ما تلزمناش، ما دام بنت مش نوبية ما تلزمناش. لا تلزمني يا حاج، أنا شايف إن هي الإنسان اللي عايز أكمل معاها بقية حياتي يا حاج. خلاص كمل معاها حياتك، بس من غير لا أب ولا أم ولا عيلة، عشان ابني لما ياخد واحدة مش مننا يبقى حاجة من الاتنين. يا ربنا ما أرادلوش إنه يتجوز، يا إما مات. مصطفى الحقني يا مصطفى، الحقني يا مصطفى. ايه؟ ابوك وقع طب ساكت وما بيردش عليا. ايه؟ ميكانيكي؟ خارجة مع ميكانيكي؟ مش ميكانيكي، عنده ورشة في الحرفيين ومشغل مهندسين تحت ايده. وحتى لو كان ميكانيكي، انت مالك؟ انت مالك انا بعمل ايه وخارجه مع مين؟ انا مالي، انا اخوك الكبير يا مدام. يا شيخه تميل، انت قللت الادب بقى ولا هربيكي. لا سيبه سيبه سيبه، انا عايز اعرف هو هيربيني ازاي. مش معقوله كل مره المناقشه تقلب خناقه كده يا جماعه. والله قولي لجوزك. هو انت خلاص يعني محدش بقدر يلمك؟ ايه يلمك دي؟ هو صاحبك راح قال لك ان هو قفشني في السرير؟ ما تحترمي نفسك بقى. لا انا محترمه نفسي كويس قوي. اللي مش محترم هو اللي راح يتجسس علينا، واللي مش محترم اكتر منه هو اللي مخلي واحد ملوش اي علاقه بينا لا من قريب ولا من بعيد راح ينفخه، وجاي دلوقتي بيفرد عليا دراعاته ولابس لي جلابيه حامل شرف العيله. الدور اللي انت بتلعبه ده يا عاصم مش لايق عليك، وانت عارف ان الاسلوب ده مش بينفع معايا. مش موضوع بيحمي شرف العيله يا ياسمين، بس بصراحه عاصم معاه حق انه يخاف عليكي، ده اخوكي برضه. والله لو هو كان فعلا بيسال عليا عشان عايز يعرف اللي بيحصل في حياتي كنت انا قلت له من نفسي زي ما بعمل مع ادم. يعني انت كنت عارف؟ شايفه؟ شايفه ان جوزك داخل الموضوع خناق وقفش بس؟ ده تلاقيه بيصور كل اللي بيحصل دلوقتي وهيروح يرميه في حجر حسام. اخ ايه والنبي اللي بياخد وش مع اخته على طريقها؟ وليه ما تقوليش عشان شايل همك وقلقان عليك وعارف حسام بيحبك قد ايه ومستخسره؟ انا مستخسره، نفسي ترجعي لمخك كده وترجعي له. ارجع لمين يا ابني؟ ما تفهمها وتفهمها له، انا مش هرجع لحسام حتى لو كل واحد فيكم عدى قفاه.
ما خلاص بقى يا عم عاصم، قول له يا عم شوف حياته، ياسمين مش هترجع له بالعافيه يعني ولا بطريقتك دي. لا راجل ياض، شجعها افرح لها، اختك بتخرج مع صنايعي قد الدنيا، بيروحوا يقعدوا في اماكن عامه. خلاص مش عايز نقعد في اماكن عامه، هبعزمه عندي في الشقه. هو انت فعلا في حاجه ممكن تكون بينك وبين الراجل ده؟ ليك ولا لحسام؟ بيقول لك بقى ان اسامه ده راجل كسيب ورايد على خميره حلوه، فاحنا ممكن نقول ياسمين انها تقنعه انه يشاركك في شركات اهل البحار بتاعتك دي يا عم اللي انت عايز تشارك فيها كل الناس. بالذات انه لسه مستني منها رد، فهناخد الحلو منه يا بلاش منه. هو انت ازاي يالا بقيت ظريف وبارد وكبله بالشكل ده وقاعد عمال تهزر؟ عاصم اسامه راجل محترم جدا وبيحترمني وبيقدرني وشايلني فوق راسه اكتر من اي راجل انا اتعاملت معاه قبل كده. واقول لك حاجه بصراحه ودي مش للنشر، فاهم قصدي؟ الراجل طلب ايدي وانا قلت له ان انا محتاجه وقت افكر، بالذات عشان افكر في الفروق اللي ما بيننا. انا رايي انا مش عايزه رايك ولا عايزه راي حد، انا عايزه اخد القرار لوحدي عشان اتحمل مسؤوليتي لوحدي. اه لوحدك. اه الو. ايوه لا حاجه على طول مش هتاخر. ماشي اوكي باي. كنت ناقص انا بقى المحل ومشاكل المحل. هي ماما مش ناوي تيجي ولا ايه؟ انت متاكده من الكلام اللي انت بتقوليه ده يا دانا؟ سمعته بودني وهو بيكلمها في التليفون، بيرجع البيت متاخر ويفهمني انه كان في المكتب وهو بيبقى معاها مسجل اسمها على الموبايل باسم راجل. مش قلت لك ان عاصم بقى بيتعامل مع الناس كلهم على انه هو بس اللي ذكي واحنا كلنا اغبياء؟ انت بقى مستنيه اثبات اكتر من كده ايه عشان تواجهيه؟ اواجهه دي يعني الموضوع يكبر، ويا اما نسيب له البيت يا اما هو يسيبه، بابا يعرف وممكن الاقي نفسي بطلب فيها الطلاق. وانت عايزه تفضلي متجوزاه بعد ما انت اكتشفتي ان هو بيخونك؟ لا انا عايزاه ما يخونيش. نفسي اطلع فاهمه غلط. انا مش فاهماكي خالص على فكره، انت بتفكريني بامي ايام ما اكتشفت ان ابويا كان متجوز عليها. انت عارفه ان انا ودلال وادم اللي اجبرنا امي ان هي تتطلق، وهي لو كان عليها كان زمانها عامله زيك كده بالظبط، عماله بتاخد على قفاها وبتكذب على روحها، وكان زمانها لسه متجوزه لحد النهارده. يبقى كانت بتحبه قوي. احنا كلنا حبينا قبل كده يا دانا، في ايه؟ بس مش على حساب روحنا. الناس اللي احنا بنحبهم دول المفروض ان هم يقدروا حبنا ويحبونا زي ما احنا بنحبهم، اذا كان مش اكتر كمان. ما هو ده اللي مخليني مش عايزه انهي علاقتي بعاصم، لاني متاكده انه بيحبني. خلاص يا ستي، ما دام انت شايفه ان هي حاجه عاديه جدا ان هو يحبك ويخونك، خوني انت كمان. مستحيل طبعا. الخيانة مش سهلة على الست زي ما هي سهلة على الراجل. الخيانة خيانة، راجل ست سيد قشطة اسمها خيانة. ايه ده؟ يا بخت الرجالة اللي متجوزين ستات زيك انت وامي، هما يقعدوا يخونوا فيكوا وانتوا اللي نازل عليكوا بحبه يا بابا. وانا عشان كده كنت عايزة طنط مريم تكون موجودة. كانت هتريحك أكتر مني بكتير على فكرة. تقعد تقول لك ده بيتك وحياتك وجوزك وفي الآخر متجوزك انت وبيرجع لك انت، والكلام الفاضي ده ما بينفعش معايا أنا خالص على فكرة. اوعي يا ياسمين تعرفي عاصم إنك عرفتي أي حاجة. لا عاصم ولا غيره يا دانا، في ايه ما تفوقي؟ مش ده المهم، المهم كرامتك قدام نفسك حتى. يمكن تكون مجرد نزوة وهيرجع بعديها ليا لوحدي يا ياسمين، صح؟ انت مش صعبانة عليا خالص يا دانا على فكرة. انت اللي بتعملي كده في روحك. وما تزعليش مني، انت والستات اللي زيك حلال فيكوا خيانة. صلي على النبي بقى يا مصطفى، انت مش قلت ان الحمد لله الدكتور لحق وان شاء الله بكره هيروح؟ بس ما كانش هتلحق يا امير، كان ممكن يجرى له حاجه، كنت هبقى انا السبب. انا مش عارف ازاي عملت كده، انا عارف ان ضغطه وقلبه وسكره ما يستحملوش، ومع ذلك رايح اقول لماما معناه يعني ان ارتار ده امر واقع، وكاني بقول له اخبط دماغه في الحيطه. انا مش عارف اسامح نفسي يعني. ما تلومش نفسك يا مصطفى، اللي انت قلته لوالدك ده حقك، حياتك مع البني ادمه اللي انت اخترتها دي انت اللي هتعيشها مش هو. مش فاهمه يعني موضوع ان اتجوز واحده من برانا ده بالنسبه لابويا مساله حياه او موت. من برانا؟ من برانا في ايه يا مصطفى؟ هو انا يابانيه؟ ما انا مصريه وانت مصري، وانا مسلمه وانت مسلم. مش بقول لك مش فاهمه؟ طب وهتحلها ازاي؟ شكلها ملهاش حل. لا ليها حل يا مصطفى، ان انت ما تكسرش بخاطر والدك، وانك بقى تظبط له سكره وضغطه وتتجوز بقى واحده من جواك. انا مش هقدر اتجوز حد غيرك يا امي. طب وباباك؟
انا اصلا عارف ان انا عمري ما هتجوز في حياتي ابدا. يبقى انا اصلا كده كده بره الخطه. انت بقى فكر مع نفسك وشوف عايز تعمل ايه. عايز بقى تتجوز واحده من العرايس اللي والدك بيجيبهم لك، ولا مش عايز تتجوز اصلا؟ ربك هو الشافي وهو المبتلي يا ابني. ونعم بالله يا حاجة. ما تشيلش روحك حمل من تاش قده يا غالي. أيوة بس ربنا بيسبب الأسباب برضو يا ماما. وهو لما تعب قبل كده كنت أنت السبب برضك. بس المرة دي أنا السبب. لا يا حبيبي، أبوك صحي تعبان ومصدع ومش مظبوط. ربنا تنجيب الشفا إن شاء الله. بس خليك عارف يا مصطفى، أبوك مش بيدور على أصلنا وفصلنا. أبوك عايز لك واحدة من توبنا يا غالي. يا أمي يعني هو أنا كنت روحت جبت له بنت ملكة إنجلترا؟ ما هي من زينا ومن توبنا برضك. فكر يا مصطفى، لما يتقفل عليكوا باب واحد وفرضا يعني حصلت بينكوا مشكلة ولا خناقة وعيرتك وقالت لك يا أسود، يبقى كويس يا ابني؟ بقول لك إيه يا حاجة؟ خش نام. أنا في عرض دين النبي، أنا اللي فاهم كفيني. يلا اتفضلي. تصبح على خير. أنت من أهلك. الحلوه دي يا حبيبي. انا اصلي كنت مروح، وبعدين قلت لو روحت اقعد لوحدي في البيت اكيد هزهق، فقلت اعدي عليكي ونروح سوا بما انك يعني هتخلصي بدري. قول لهم في البوفيه ملا احلى كوكتيل. قول لهم انه ليا. ها حاضر. قولي لي فاضل لك كتير؟ اخر سيجمنت. ايوه يا ساندر. اهلا، ازيك يا متر؟ ازي حضرتك؟ مراد يا شريف مخرج البرنامج. ايوه تعالي، احنا اتقابلنا هنا قبل كده. انا جاهزه. طيب هما لسه بيجهزوا، عن اذنكم. هو جاي لك مخصوص عشان يقول لك هما لسه بيجهزوا؟ تلاقيه كان عاوز يقول لي حاجه في الشغل لما شافك انكسف يا شريف. عاصم، انا وافقت اجي معاك هنا تاني عشان انا مراعيه ظروفي. فاهمه كويس ان محدش ينفع يشوفك قاعد في مكان عام عشان ما يروحش يقول لمراتك. بس انت كمان لو ما احترمتنيش وحصل وقال لي ما كمليش. انا خلاص وعدتك، مش هخليك تعملي حاجه مش عايز تعمليها. لما نشوف. اتفضلي. خلاص وصلت عند لما. حاضر هسلم لك عليه. خلاص يا بابي بقى بطل رغي، اول ما اصحى بكره هكلمك. ماشي، باي باي. خيتها بقى لما؟ بس استنى ما اكمل الخط. بنتي يا لما، انا بقيت عندك، لو ماما او بابا اتكلموا انا نمت خلاص. مش فاهمة برتاح ازاي وانا بتكلم معاكي. حتى لو كنت قابلتك من زمان، عمرك ما كنت هتسيب واحدة بنت عز زي مراتك وتختارني انا؟ لا، انا ما كنتش هقابلها هي خالص. طب ولو كنت قابلتنا احنا الاتنين، كنت هتختار مين فينا؟ انا مش عايز ابقى مفتري واعمل زي الرجالة الواطية واقول لك ان ده انا شريرة ومنقصة عليا عيشتي. بالعكس، ده انا عمرها ما حبت حد غيري بجد.
ساعة ما عرفتها وهي بتعمل كل حاجة عشان أبقى مبسوط وسعيد. يبقى أنت بقى اللي صنف نمرود وما يملاش عينك غير التراب. هو شكله كده فعلا. بس أعمل إيه غصب عني؟ ماشي. أديني عارف أضحك عليها وأعمل إني بحبها زي الأول. بس أضحك على روحي إزاي؟ أنا حاسس إن أنا بقيت متعلق بيها، ما أقدرش أستغنى عنها زي الأخ ما يقدرش يستغنى عن أخته ولا أمه. أمي وحشتني أوي. أول مرة أحس إنها وحشاني كده. أصلها على طول موجودة. عشان كده نايم على حجري زي النونو ما بيعمل مع مامته؟ آه صح. هو الدفى اللي أنا بقيت أحسه معاكي ده بطلت أحسه مع ده أنا من زمان. يمكن عشان لسه ما جبتوش عيال. الناس دايما بيقولوا إن هما دول اللي بيعملوا دفى في البيت. يبقى الدفى عمره ما هيرجع بيتنا تاني. دلال انا اتخرب بيتي واشتراوات. انا عايزه اقول لك ان انا في حياتي ما اشتريت كميه الحاجات دي من يوم ما اتولدت لحد دلوقتي. مكياج، هدوم، اكسسوارات. لان إيه؟ انا برايي انت ما خلقتي غير لما جينا له. بعدين مروان ما قال انه انت عندك ضحكه بتجنن؟ قال لي يعطي هيك كومبلمنت. اللي جاب سيره مروان دلوقتي وليه ما نجيب سيرته؟ رجال مثل كل هالرجال. حبيبتي هيدا هو المحل اللي قلت لك عنه. ياي ياي يجنن. لا 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 مش معقوله جماله. مش ده اللي انا كنت عايزه اشتري زيه في المحل؟ شفتي شو حلو؟ بعدين اصحاب المحل اصحابي من زمان رح يتوصوا فينا ماكسيموم. اوكي؟ اوكي. يلا قعدي اتفرجي على رواق لتفوت سلم عليهم وبتلحقيني. طيب طيب. ياي. الو. صباح النور. صباح النور. ضروري انا اتصلك المره يعني؟ إنه لو ما بتكلفي خاطرك شي مرة أنت تتصلي. مش رح طول عليك يعني، أنا عم بعمل هذا التليفون بس أقول لك إنه أنا بدي أستغلك. شوفي مريم، أنا بدي أعرف دلال عريضة، وإلان وطوني صاروا كتير عازميني على بيتهم، ففكرت إنه بركي برد لهم شي عزيمة من عزيمهم يعني. منشان هيك قلت انه بركي بنعملنا شي جمعه عندي بالبيت وبتطبخي لنا شي طبخه من ايديك الحلوين اللي بتطبخي بمصر. عندك مانع؟ لا طبعا ما عنديش اي مانع. اهو نرد لك شويه من جمايل. صباح الخير حبيبتي. ما انا ما رضيتش اصحيكي بدري والله. كان عندي ميعاد في المحل الاول قبل ما اجي على هنا. لا كان لازم اعمله. لا مش عارف امتى هخلص النهارده بالليل. صباح بنت هايدي. صحيح ده كان النهارده، انا نسيت خالص. لا ماشي نروح. مش مشكلة. طيب انا هخلص بدري من عندي، هحاول امشي بدري. اجيلك على 7 كده. خلاص ماشي. ابراهيم حضر الاوردر ده خروج لبيع صوت. متحضر انت؟ انا معايا اوردر تاني. معلش عشان خاطري انا متقرب من تشوفها. ما انتوا لازم تلاقوا طريقه تعملوا بيها مع بعض كده. لا انت ولا هي تعرف تشتغل يا شيكو. ايه ده بقى؟ انا عصير تفاح. ايه يا جماعه؟ واقفين كده ليه؟ اتفضلوا اقعدوا على ترابيزه وانا اخش اجيب لكم 2 حلبه حصى وطاوله. بس فين استاذ عاصم؟ بس فين يا فندم؟
يا رو، معلش انا افتكرت كان عندي مشوار مهم جدا النهارده بالليل، مش هينفع نخرج. معلش. ها خلاص مفيش مشكله، نخليها بكره. سلام. انا مش قلت بلاش الزفت اللي في ايدك ده، هاخده منك. خدي يا امين، حضر الاوردر ده. هي ما قالتلكيش هي راجعه امتى؟ محنان ليه يا مين؟ مدام مريم. جرى ايه يا ابراهيم؟ وانت كل يوم يا حبيبي تسالني 100 مره على مدام مريم، في ايه؟ من كتر ما الواحد مش طايق الطريقه اللي استاذ عاصم بيعملنا بيها دي يا ام حنان. يا اخويا امشي عدل يحتار عدوك فيك. وانا من امتى كنت مشيت عود؟ هو اللي حاططنا كلنا في دماغه وزاعي. ما تقولش كلنا، انا بره الموضوع. انت مروح بعد الشغل ولا رايح الكباريه؟ سالي ليه؟ محتاجة اتكلم معاك على الاقل عشان نعرف نرجع نبص في خلقة بعض تاني. لا وحياة والدك، وديني اكل حاجة اعرفها. لا لا لا، بلسوشي بلحوشي. لا يا ماما مش هاكل انا حاجة بتتاكل بكتالوج. بعدين يا سميل البتاع ده ما بيقوتش، ما بيرمش يعني. بقول لك ايه، انا الراجل شقيان طول النهار، بحب لما اجي اكل ادبها. افضلي انت بقى حنسيني باكل الست الوالدة ده. طب لحد ما ترجع بالسلامة يعني هناكل منين؟ ماشي. طب نتكلم كمان شوية عشان جالي زبون. سلام. السلام عليكم. معلش عشان بس مخي مش قادر يستوعب اللي ساعتك قلته لي. ابعد عنها يعني. هو ايه بالظبط اللي مخك مش قادر يستوعبه يا باشمهندس؟ لو عايز تقول لي يا اسطى تاني قولها لي، انا ما بستعرش منها. يا سيدي انا اسف، انا فعلا ما بقتش عارف اسيطر على اعصابي. وانا والمصحف مش عايزك تتاسف تاني يا دكتور، انا بس باكدها لك، انا لا بستعر من اصلي ولا من شغلي، وما بخبوش عن حد، وبالذات بقى لو حد عايزه يعرف عني كل حاجه. وده اللي انا عملته مع استاذه ياسمين اللي حضرتك جاي تقول لي بعد عنها. ياسمين كانت مراتي، ولما طلبت الطلاق انا نفذت لها بس اللي هي عايزاه عشان خاطر اعصابها كانت تعبانه شويه. بس من ساعه ما اتطلقنا ولغايه النهارده وانا متاكد ان ده مش اخر اللي بينا. اولا عشان انا لغايه دلوقتي ما خدتش منها سبب واحد مقنع للطلاق. ثانيا احنا اصلا متجوزين عن حب. فيعني ياسمين لما هتفوق وترجع لعقلها انا متاكد انها هترجع لي. يا سلام. سعادتك يعني ايه اللي مخليك متاكد كده؟ لان ياسمين ما حدش غصبها انها تتجوزني. بالعكس، دي وقفت قدام ابوها واخوها علشان ما كانوش قابلين بالجوازه في الاول. طب هو مش وارد يكون الحب ده خلص؟ وارد. الحب الحقيقي ما بيخلصش. مش وارد برضك انه يكون مش حب حقيقي؟ لا، حقيقي. والا ما كانتش دخلت في تحدي مع اهلها عشان خاطري، ولا ايه؟ اما سعادتك برضه وبتقول ان هي اللي طلبت الطلاق، يعني اكيد لو كانت عايزه تعيش معاك ولو حتى بدرجه 10% كانت هتدوس على روحها، حتى على الاقل عشان تبقى قد التحدي اللي تحدته لاهلها. بص يا اخ اسامه، احنا رجاله زي بعض، وانا علشان كده لما هديت وفكرت فكرت كويس، قررت ان انا اجي اتكلم معاك عشان هتفهم. ياسمين لو قالت لك انها معجبه بيك او حتى بتحبك فده لمجرد انها عايزه تعند معايا، لان هي شخصيه هوائيه وعنيده. يعني انت غالبا مش اكتر من نزوه في حياتها. برضك انا مش قادر افهم يعني هتعند معاك ليه وهي اللي طالبه الطلاق، وسعادتك بتقول من غير سبب. يعني لا قفشتك بتخونها ولا سعادتك رنت لها ورقتها في وشها. بالعكس، ده على حد علمي يعني من ساعه ما حضرتك طلقتها وانت عملت تطاردها في كل حته عشان ترجع، واخرهم على ايدي. بص يا دكتور، احنا رجاله بس مش زي بعض. عشان لو واحده جت قالت لي مش عايزاك قرط مش عاوز 24، ولو عرفت ان في واحده في حياتي عرفت واحد تاني وقلبها مله حتى لو كان نزل، ساعتها بقى هدوس على قلبي بالجزمه عشان كرامتي، عشان انا راجل يا دكتور.
الظاهر ان انا غلطت لما جيت اتكلم معاك. الظاهر كده فعلا. يا نهار اسود، جالك لحد عندك؟ يا قادر يا حسام، اما حته حيوان صحيح. بالعكس بقى، ده غلبان صعب عليا. مين ده اللي صعب عليك؟ انت فاهمه يعني واحد يسافلت روح للدرجات عشان خاطر واحده؟ والمين لغريمه؟ ده مش غلبان، ده مريض. انت فعلا ما قلتليش انت طلبت الطلاق ليه؟ عشان ما كنتش عايز اعيش معاه. ايه كده من غير اسباب؟ هو في سبب اقوى من واحده ست مش عايزه تعيش مع واحد؟ ده مش سبب يا ياسمين، اكيد انت وصلتي لانك مش عايزه تعيشي معاه لسبب. ياه، ده صعب عليك قوي. انا عايز اعرف الاسباب دي علشان انا مش عشانه، عشان على الاقل اتحاشاها، عشان ما الاقيكيش فجاه بتقولي مش عايزاك انت كمان. وانت بتقارن نفسك بيه ليه؟ وازاي ما اقارنش؟ واحد وقفتي قدام اهلك علشانه وعندتي عليهم عشان بتحبيه. اصلا انا مش فاهم هم يرفضوا واحد زي حسام ده ليه؟ دكتور ومذيع وابن ناس، امال انا هيعملوا فيا ايه؟ انا ما بسمحش لحد يتدخل في حياتي ولا يخليني اتراجع عن قرار انا واخداه. انا زياره حسام دي نبهتني ان في اسئله كتير قوي عايزك تجاوبين عليها ياسمين، عشان لما بحب بجد ببقى ناوي اني على الله اني ما يفرقنيش عن اللي بحبها الا الموت، ولازم ابقى متاكد ان هي كمان حباني ورايداني. ايه ده؟ بقيت انت كلك اسئله وانا مجبره اني ارد عليهم كلهم؟ انا كنت لسه من كام يوم بفكر، ومش هضحك عليك، حتى من بعد ما قلت لك ان انت وحشتني وان في حاجه من جوايا ابتدت تتحرك، ده مش معناه ان انا بطلت تفكير. وانا مش عبيط ولا عندي 15 سنه عشان ابقى فاهم انك سلمتي وقعتي في غرام. طبيعي انك لسه بتفكري. بس هو في حاجه تمنع انك تجاوبين على الاسئله دي وانت بتفكري؟ عشان اهلي ما كانوش عايزين اتجوز ساعتها، مش بس حسين. ليه؟ عشان كنت لسه فاسخه خطوبتي قبلها بكام شهر. هما اللي كانوا غاصبينك على الخطوبه؟ انا قلت لك ان انا ما بسمحش لحد انه يغصب عليا ان انا اعمل اي حاجه، انا مش عيله صغيره. سرحان في ايه؟ مش حاجه معينه، في الشغل وفي المحل. واضح ان هما شايله حمل كتير وعمرها ما اشتكت. أقولك أنا كنت سرحان في إيه؟ سرحان في شكل ياسر وهو شايل بيبي في السوق. مش حقيقي. برضو كذاب يا حبيبي. أنت سرحان من وإحنا هناك. وسألته كذا مرة حاسس بإيه وأنت أب. أنا بحس باللي جواك أكتر منك يا عاصم، عشان أنا بحبك أكتر ما بتحب نفسك. شكل هايدي وهي شايله حته منها خلاني غصب عني افكر في حلم ربنا اراد انه ما يحققهوليش. انا مش عايز حاجه، انا بحبك انت بجد بجد، بس انا بحبك اكتر ما انت بتحبني. ما قدرتش اقول لها انا ده اللي كنت بفكر فيه فعلا. ما اقدرش اجرحها جرح زي ده وهي عامله لي كل حاجه عشان ابقى مبسوط. بس الحقيقه ان الموضوع ده هو على طول بقى في دماغي خلاص. انا نفسي مستغرب انا ازاي بقيت افكر فيه بالشكل ده. طبيعي يعني يا عاصم، ويعني اي راجل في الدنيا بيتجوز بيبقى مستني ونفسه يبقى اب. ده انا وياسمين جوازنا ما كملش سنة وكنت بزن على موضوع الخلفة، مع اننا اصلا كنا متفقين ان احنا ما نفتحش كلام في الموضوع ده سنة سنتين في الاول عشان ما نلخمش نفسنا. فيعني ما بالك انت ودانا. لا يا حسام، بس انتوا متفقين ان انتوا تأجلوا، انما انا عارف ان طول ما انا مع دانا عمر ما ده هيحصل غير لما اتجوز واحدة تانية. انت ممكن تتجوز على دانا؟ امال هخلف لوحدي يا حسام؟ اه والله انا مش عارف اقول لك ايه يا عاصم. يعني أنا بصراحة قاعد معاك بنص مخ بعد اللي حصل ده مع الجدع إيادة. ما علينا، خلينا في الشغل. امضي لي العقود بقى واكتب لي الشيك عشان أروح البنك أودعه قبل ما أطلع المطعم. أمضي لك فين؟ هنا. فين تاني؟ أنا بس. اتفضل يا سيدي. ايه ده؟ ياسمين بجد؟ اكيد عرفت ان انت قابلت الراجل الميكانيكي ده وعايز تشرح لك الموقف.
اظنش. طب ما تقولهاش بقى ان احنا مع بعض، مش عايز وجع دماغ. الو حسام، انا قعدت افكر الف مره قبل ما اخدت القرار ان احنا هنتقابل النهارده، واكتشفت ان احنا محتاجين نقعد نتكلم بقى علينا اخر مره، عشان كل واحد فينا يعيش حياته من غير ما التاني ينقص على التاني عيشته. اخر مره؟ اه اخر مره، وبالنسبه لي دي مش اخر مره، دي اللي بعد اخر مره كمان. حسام انت من الواضح ان انت مش فاهم حاجات انا كنت فاكره ان انت فاهمها. انت اللي مش فاهمه نفسك صح يا ياسمين. انت اكيد لسه بتحبيني، لانك مش ممكن تكوني بطلتي تحبيني من يوم وليله. لا يا حسام، ده اللي انت نفسك انه يكون حاصل. انا اسفه، انا بطلت احبك ومش بين يوم وليله. انا ما اخدتش قرار الطلاق ده غير من بعد ما اقتنعت 100% ان انا فعلا بطلت احبك. ليه يا ياسمين؟ طب ممكن تفهميني ايه اللي انا عملته فيكي يخليكي تبطلي تحبيني؟ جايز تكون ما عملتش حاجه. انا اسفه تاني، انا عارفه ان الغلط غلطي انا. جايز انا اللي اتسرعت في موضوع الجواز ده، جايز ان انا ما كنتش احبك، جايز ان انا كنت معجبه بفكره الشاب الوسيم الديسنت الناجح اللي دونا عن اي بنت تانية هو اختارني انا، وده خلاني بيتهيأ لي ان انا بحبك. طب وحبي ليكي ده ما يخليكيش تحبيني؟ انا اسفه تالت يا حسام، بس من الواضح ان انت فهمك بطيء، عشان هو ده بالظبط الكلام اللي انا بقوله. حبك ليا خلاني بيتهيأ لي ان انا بحبك. تخيل نفسك في مزاد وفي تابلو وكل الناس عينهم على التابلو ده وعاملين بيعلوا السعر بيعلوا السعر بيعلوا السعر، فانت تخش المزاد ده عند انا عايزه التابلو، ودفعت اغلى ثمن واخدته وروحت البيت وعلقته على الحيطه، واخدت خطوه لورا وبصيت عليه واكتشفت ان هو اصلا مش عاجبني، ان هو مش داخل مزاجي. فقررت انك تشيلي التابلو من قدامك وترميه في اي خرابه علشان ما تشوفيهوش قدام عينيكي في الرايحه والجايه ويعاكن مزاجك. فهمت انا ليه كنت بتهرب منك لما كنت عايز تعرف انا اتطلقت ليه؟ فهمت. اه فهمت، بس انا مش بس فهمت، انا اكتشفت ان انا ما كنتش فاهم حاجه خالص. بس انا عايزك تفهمي دلوقتي ان انا كنت بعمل كل ده بس علشان خاطر افهم مش علشانك.